تاكل؟ في اكل بالبراد؟ ايه لا انا رح وصلك على اكل كتير طيب، بس دلني على العنوان. لا ما في داعي لا تعذبي حالك، انا خلص طلعت اكل وسخنت واكلت. طيب معناته بكره بنفطر هون سوا. خليها بالمكتب. لا بابا حب يشوفك. طيب ماشي الحال. تصبح على خير. هيك حاف. تصبح على خير حبيبتي. وانت من اهله حبيبي. مستنيتك على الفطور 10:10 ونص، اوكي؟ حاضر. ماشي. باي. سلام. هدول نسخ عن المستندات القانونية بأرقام الصادر والوارد اللي تعاملنا فيها من وقت ما استلم الدكتور هشام الوزارة واستلامي أنا رئاسة الشؤون كخبيرة قانونية لحد طلب إنهاء تعاقدي مع الوزارة لأسباب عائلية وإجازتي اللي بلا راتب من شهرين. هدول النسخ أنا محتفظة فيهم احتياط ومشان ما تتعذبوا. أنا جايبة معي فلاشة عليها نسخة من كل هالملفات، نسخة سكان. والفايلات هيئتهم ورتبتهم لسهولة الاطلاع، لأني سمعت إنه في حدا عم ينقل إشاعات إنه في بعض الوثائق مفقودة أو ضايعة أو مخفية. لا العفو دكتورة، ما هيك الأصل. على كل يا أستاذ، أنا والدكتور هشام فضلنا نحتفظ بنسخ عن كل شيء مشان ما يحصل أي لبس. يعني إذا في أي وثيقة ضايعة أو مفقودة بالأرشيف أو بالديوان فرح تلاقي منها نسخة هون مصدقة طبق الأصل. ألف شكر دكتورة. تفضل. وبس تخلصوا من الملفات هي الآنسة راغدة موجودة مشان ترجع تاخدهم منكم. إذا ما عندك مانع بدنا نحتفظ فيهم لتسليمهم أصولا للي بده يستلم الشؤون القانونية. بتشكرك كثير دكتورة، سهلتينا المهمة كثير، أنت شخصية فعلا الكل بيعتز فيها. بأكد لك ما في حدا بفكر يبعدك عن مكانك الطبيعي. والدكتور هشام صحيح قدم استقالته بس لسه ما انبت فيها. بالنسبة للدكتور هشام أنا بتمنى فعلا إنه يتراجع عن استقالته لأنه شخص كفو. أما بالنسبة لإلي فأنا ماشية بإجراءات إنهاء تعاقدي مع الوزارة. واجبي الأسري بيحتم علي إني أتوقف أكون مع عائلتي. وأنا أصلا متعاقدة مع الوزارة بصفتي خبيرة أم الموظفة. يلا بالإذن. على كل إن ممكن ارجع للمحاماة، مين بيعرف. الوضع بالبلد بده يسوء بس ما في خيار. حماية الدولة من الانهيار ما في تنازل عنه ابدا. يمكن هذا يكون مكلف كثير ونحن بنعرف هذا الشيء. ومثل ما لك شايف يا استاذ مازن عم تتوسع دائرة العقوبات الاقتصادية. وما بتعرف يمكن نطالنا إلنا كمان. وطبعا استثماراتنا بافريقيا وبعض الدول العربيه مأمنه ومعمول حسابها لانها قديمه وموثوقه. يعني الحقيقه هذا المشروع اللي عم تشتغل عليه انت وسلافه عذبني كثير وعمل لي عقده.
يعني مستثمر فيه مبلغ كبير، بس قول الحمد لله احسن نبيعه، وان شاء الله التسليم على اخر الشهر. باتو انت قلتي لي الوالد عم يفكر؟ هيك ظنيت، بس اليوم خبرني انه هو باعه وكنت ناوي احكي لك. ما في مشكله استاذ مازن، ما في مشكله. نحن اتفقنا وعملنا كل شيء على مجمع اكبر بكثير ببيروت، وان شاء الله كمان التسليم راح يصير على اخر الشهر. وسيستم الربط اللي وصينا عليه؟ بسيطة، راح تحوله بشطارتك لبيروت. نحن أسسنا شركة كبيرة وعملنا لها مكتب وسجلناهم باسمك، وبدنا كل التجهيزات والمعدات يتحولوا عليها. بدنا إياها شغلة ضخمة جدا وعلى مستوى عالي. بس أنا عفوا مالي فهمان، يعني ليش لحتى يكون هالشي باسمي؟ بس مشان الشوشرة، ولحتى نشوف يعني دائرة العقوبات الاقتصادية لوين رايحة. أنا بصراحة حكينا وسلافة، ونحن متفقين إنه أنا مالي علاقة بالبزنس. بس أنت وعدتني إذا احتجت مساعدتك تلبيني. صحيح، اللي بقدر عليه. هاي شغلات بصراحة فوق طاقتي. أنا بصراحة سيادة اللواء يعني متبع أملاك ومكاتب حول العالم. إيه لا تكبر القصة. يعني إحنا راح نسجلهم باسمك، بس راح تعمل وكالة لسلافة غير قابلة للعزل. يعني كأنه ملكك ومو ملكك. وكل المطلوب اللي ما نشتريه أو نستورده ما ينذكر اسمنا فيه إطلاقاً، لأنه مو ناقصنا شوشرة. بعدين مثل ما قلت لك الصفقة كبيرة وما بدنا العين تتفتح علينا، شغلة مؤقتة قبل ما تمر عاصفة العقوبات. وبعدين مثل ما بتقول يعني خدمة بخدمة، ولا شو؟ ومين بيعرف على هالوضع يا أستاذ مازن؟ يمكن تحتاج لنا كتير، ونحن دائماً بالخدمة. هذا بعد. عمتو ماما خير سامي؟ عمتو حبيبتي هاي المفاتيح، بابا رح يوصلني على الضيعة وعزمني على أكلة سمك على البحر. ماما بابا بدي أحكي معك. وينك؟ بالسيارة برا. سامي قل له لأبوك يدخل، ما بصير يوقف برا. بابا جده بيقول لك فوت على البيت، أنا ما بصير أضل واقف برا. تفضل بابا. مرحبا دكتور. اهلا مازن. لا تواخذني تعبان وبدي ارتاح شوي. تفضل البيت بيتك. سامي ساعدني جدو. معلش يا سمار، بس كنت عم بقول ليش ما تروحي مع سامي لعند سلمى والبنات على الضيعة ترتاحي كم يوم. والله ما بعرف، بس انا بعرف اللي صار بالوزارة اليوم. هشام حكالي ودبج فيكي قصائد مديح. الفضل لك، انت عامل لي فايلات لكل الوراق ونسخ سكنها، وانا محتفظة بكل الصور عندي، مشان هيك طلع معي اللي انت سمعته. عظيم، بس كنت عم اقول مدام رح اودي سامي على الضيعه ليش ما تروحي معه؟ انا ضبيت له هو سوزي شنتاي، وضبيت لك انت كمان شنتاي على السريع يعني، بس بتوفي بالغرض. ايه ماما بناكل سمك على البحر، ما انت بتحبي قعده البحر والغروب؟ طيب بس نخبر بابا وعمتي. تفضل بابا ارتاح. سامي تاخد القهوة. يا عمتو. مرحبا عمي. أهلين.
طب بابا روح شوف امك اذا بدها مساعده. على اذنك. الله لا يوفقهم هالمندسين، قتلوا تحريضوا عم يروحوا على الناس ويضحكوا عليهم. دخلي خالته، هدول المندسين عندهم دبابات. يا رب بلا بلدم. اختي حبيبتي لا تاخدي بالك، هدول ولاده متحمسين. يا ريم خالته تعو. ساعتلي سامي وصل، عالجاي هو وبابا وماما رح يتغدوا غدا مأخر على البحر ويشوفوا الغروب، خالته خدينا خلينا نفاجئهم. لحظة لحظة لحظة، مين قلتي جاي؟ بابا وماما وسامي. ايه ماما، ما قضي كم ساعة على البحر. خلصنا خالتي بنحبك جية، هرتنا بقصص المندسين. كيف بحكي المأوى؟ يلا روح حضروا أولاد البحر يلا. بابا أنا حسابي ما عاد حركته، عم بستعمل أكونت مستعار. هدي شوي بابا هدي. هلا نشوف كيف نحل هالموضوع. بابا بالاساس ما في موضوع، بس انتم حاملينها زياده. لا بابا نحن حذرين، لانه شفنا شو صار معك وشو عم يصير مع الناس. بابا رفقاتي كل جمعه عم يطلعوا مظاهره، واغلبهم عم يرجعوا يناموا ببيوتهم. يا بابا ليش ما عم تفهم علي؟ ما بدنا نتاكد الاول انه ما في شيء عليك لا انت ولا اختك. بس يا بابا خلص يعني خلص سامي. ايه خلص، ما هو حق ابوك. شو صاير عليك؟ خلصنا، خلينا نتاكد. بعدين هي طالعين كم يوم على الضيعه وانا جايه معك. نسالي الفيسبوك والنت، استمتع شوي بهالطبيعة الحلوة. اوكي ماما نستمتع. بس شغلونا شي موسيقى رومانس، يعني بصير هيك مع هيك طبيعة خلابة حلوة كتير ما ينحط موسيقى رومانس؟ شكله وراح ترجعوا لعنا. المهم نحن صارحنا بالموضوع. يمكن يكون هلا هو عم يناقش حاله وعم يتردد وإيه ولا، بس بالأخير راح يوافق مثل ما أنا شايفك. إن شاء الله. يا اهلا يا اهلا بالاستاذ مازن. كيفك استاذ؟ كيف صحتك؟ اهلا وسهلا. اهلين بالدكتوره. اهلين بالدكتور، كيفكم؟ ان شاء الله بخير. والله شرفتوا. اهلا وسهلا، تفضلوا. كيفك يا ابو زبير حبيبي؟ اه واحلاها منك هي الحبيب. كيفك بابا؟ اهلا اهلا فيزي. شو اشتقت؟ والله شرفت فينا. تفضلوا تفضلوا. ليه الاستاذ علينا ابو عماد؟ شو محظوره؟ ايه والله عم اتغدى انا والمدام. غدا هلا بهالوقت؟ ايه تاخرت بالنوم بتعرف. اليوم في عنا سهره كمان لا تنسى. ايه على عيني. المسا بكون عندك. خليها على 10 بالليل احسن لشغلنا. مثل ما بتأمر. سلام. سلام. شو بده ابو بطيخ اللي طالع لنا بالسحبه؟ انت بشو مضايقك؟ شغل هاد شغل مو حيالله شغل، شغل بقص ذهب، مصاري مثل الكشك. لسه ما شفت شيء. يا خوفي ما عاد اقدر اشوف. لا ما تخافي، والله الهنا الحقيقي لسه ما شفتيه، طولي بالك. خير ان شاء الله.
وين بتناوي تشرف اليوم على البيت؟ بدي روح على المكتب خلص الشغلات متأخرة، بعدين امرق لعنده وخلص له شغله عرباء. يعني صباحي؟ لا، انت بس قولي ربي يسر. منين جايبة هيك؟ من إرهاب التلفزيون الحشاش؟ لك ايه، بس حلوة ما؟ ربي يسر. انت قولي بس ربي يسر. لما بدي موت بتمنى موت هيك، راسي على صدرك والشمس عم تغيب. هلا في حدا بهيك لحظة بفكر بالموت؟ كل الناس لما بتشوف الشمس عم تغيب يعني عم تموت بفكروا بالموت. بس بيعرفوا انه الصبح رح ترجع تعيش من جديد. وانا هيك بفكر الشمس عم تغيب وانا على صدرك، يعني رح عيش من جديد. مو انت بتضل عايشني بقلبك؟ شو هذا ابو زهير؟ لا تخافوا لا تخافوا، هذا ضرب بعيد. قعدوا قعدوا سروا. لا والله لازم نمشي يا ابو زهير، بدي الحق ارجع على الشام والبنات طالعين على الضيعه. والله شرفتونا. تسلم يا حبيب. تسلم يا ابو زهير، ما قصرت. الله يخليكم، شرفتوا والله شرفتوا. مازن بلا خلي واحد على الوضع. لازم نمشي بعدين، فعلا مثل ما بيقولوا صوت الضرب بعيد، لازم اوصل على الشام بكره الصبح، عندي شغل ضروري. الله يستر. راسي على صدرك والشمس عم تغيب. هلا في حدا بهيك لحظة بفكر بالموت؟ كل الناس لما بتشوف الشمس عم تغيب يعني عم تموت بفكروا بالموت. بس بيعرفوا انه الصبح رح ترجع تعيش من جديد. وانا هيك بفكر الشمس عم تغيب وانا على صدرك، يعني رح عايش من جديد. مو انت بتضل عايشني بقلبك؟ ليش تركنا كل شيء ومشينا ولك اجدا؟ ولك هذا سؤالي بينسأل؟ ايه معلم، اذا اجى صاحب البيت كسر لك راسه. ولك بعرف انه بتكسر لي راسه بعرف، بس انا بس بدي خوفه، بدي اعلم عليه. بس البيت محرق وبده شيء كميونين للاغراض اللي فيه. لك الله لا يشبعكم، هي عبيته كميون، اخذتوا شاشه وكمبيوترات وكريستالات وفساتين، هي اجار تعبتكم. الله لا يسلم فيكم ولا عظمه. يا لطيف شو طمعين، رور جالا ورا رور. الله حيو ابو عبار. الله حيو. منيح جيت ابو سامي، نحن والله خفنا. سلاحهم بايدهم وما حدا بيردهم. ما له زمن هون، ما بظن اخذوا غير كم غرض. منيح ما كان حدا بالبيت، الله يستر شو كان صار. بخبر الشرطة، ولو انه ما بظن ما راح يطلع فيهم شيء. عصابات ارهابية مسلحة، تهمة جاهزة. العودة سلام تكون جار، المهم ما صار لحدا شيء. اذا عززت اي شيء خبرنا. تصبح على خير. الو شو صارينك لإصابات المسلحة؟ مين عم يحكي؟ أنا كريم. عفوا صوتك عم يقطع، مين؟ أنا كريم.
كريم ما غيره. حذرتك من قبل بس يبدو ما عم تفهم. شو اللي معي ما فهمه؟ مو هلا كمان تروح تشتكي للواء ماجي. انا رح اقول ما لي علاقه. بس هي بروفا. طبعا ممكن يطلع منها صيد مرتب بالكمبيوتر. اما شاشه التلفزيون وشويه كريستالات وذهبات وفساتين فهنن مشان تعبه الشباب. وبرجع بقلك بعد عن طريقي وشيل سلافه من راسك. والا ما راح تشوف خير انت وعيلتك. خلص ما راح يصير لمثل ما بدك. بس اذا سمحت اعطيني كم اسبوع لحتى ارتب المساله بطريقه ما يصير فيها شوشره واخذ وعطا. هاها انت عيني. هلا بالنسبه للكمبيوتر والاغراض بس تنفذ وعدك بعوضك عنه، لانه مو حلو يطلعوا الشباب من القصه بلوشي. ماشي مثل ما بدك. طبعا مثل ما بدي. يلا راح اعطيك اسبوعين ومنشوف. خوّس بعده خوّس.
مرحبا. شو هدول؟ أغراض للعيلة. زين افتح الطبون. أستاذ مازن؟ استاذ مازن، اهلا وسهلا. اهلي انا صلاح ابن جيران المرحوم اخوك. اهلا وسهلا، كيف الصحة؟ تفضل تفضل. سكر سكر سكر. شوية اغراض اخذوهم مشان المدام والولاد اللي بعتهم على البحر. شو عليه؟ امل بس هون كمان كل شيء تمام. بس يعني قلت انا الصيف قرب بغير جو. ولا يهمك. يلا سلامات سلامات. تفضل. الله معك يا استاذ. شكرا كثير. سلام. وهاي النص فنجان قهوة تبعك. مين؟ افتحي يا عمي، أنا مازن. افتحي له، شو عم تستني؟ مرحبا عمي. أهلين مازن، تفضل. تفضل مازن. مرحبا دكتور. أهلين. أنا دقيقة بس لحتى أجيب باقي الأغراض. أخذوا خليل ودرويش وأكرم وفتشوا بيتكم وبيت أنوار. كان في حدا؟ لا، الأستاذ رح يأمنوه الشباب، عم يسأل عنكم. لا يخاف، خليه يطمن، نحن مناح. في شي تاني؟ في كتير، بعدين منحكي، أهم شي انتبه على الدكتورة أمي، بجوز استدعوها. طيب. سلامات. الله معك. واضح إنه مستقصديننا. وصلت لقيتهم عم ينهبوا البيت. مصلحين؟ إيه؟ ليه؟ شو هاد؟ في شيء غريب، جيش وحواجز بكل مكان بالبلد. ايه دكتور، انا ما افكر امي سلمى ويارا وريم مع سوزي وسامي على باريس. صحيح شقتنا هنيك صغيره يعني، بس بدبروا حالهم. لكن انا بصراحه خايف على سمر وما بعرف اذا بترضى. ما تخاف على سمر، سمر لازم تبقى هون. هي عملت دكتوراه بالقانون لحتى البلد يصير فيها قانون. مو وقت تمشي هلا. هيني ضل مهدد، بس مو معقول يضل مختفي، بالاخير رح يطلع لانه مرته وبناته تحت الخطر. معلش، الاولاد لازم يطلعوا لانه في عقليه انتقاميه ممكن تاذيهم. خليها لسمر عم تشتغل هي ورفقاتها بمشروع الدستور والقوانين ويساعدوا الناس يلاقوا امل بالمستقبل. هاي سمر. أهلا سمر، صباح الخير. صباح الخير، فيني أحكي؟ إيه ما في مشكلة، أنا عند الدكتور عماد. طيب رح أحكيكم أرضي. أوكي أوكي. رح تحكي على الأرضي. إيه سمر؟ قبل شوي حكوا الشباب، أخذوا خليل وأكرم
ودرويش وفتشوا بيت نضال وانور. سرقوا لنا بيتنا. هنين؟ لا، عصابات الحراميه. بس ما تخافي ما راح شي كثير، وصلت بالوقت المناسب. طيب مازن، فيك تعمل شي مشان سلمى والبنات؟ هلا كنت عم احكي انا والدكتور عماد بهالقصه. اعطيني كم يوم لشوف شو بقدر اعمل. انت شو؟ لسه في وقت. طيب هي الدكتور معك. تفضل دكتور. بابا لا تخاف علي. سمر انا مو خايف عليك. هلا وقتك انت. بس الاولاد لازم يطلعوا. اكيد مازن بيدبرها. سلم لي على عمتي. الله يسلمك. الفطور جاهز. معلش انا لازم امشي دكتور، عندي شغله ضروري لازم اعملها. نحن بنضل على اتصال، وصار معكم شيء خبروني. بطمنا مازن. اوكي دكتور، سلام. الله معك. الله يسلمك، خاطرك عمي. الله معك. يلا عماد، تعال افطر مشان تاخذ الحبه. وين وصلات الشعر اللي كنت حاططيهم؟ تركتهم بالبيت جدا. هدول كنت حاططهم لما كنت عم مثل مشاهد بدل الممثل اللي كانت اخذي دور سوزي. ليش هلا شو عم تعملي؟ عم كمل دور سوزي. منيح اللي تذكرت تحكي. انت بالفيلا؟ ايه. طب انا جاي اشوفك انت وسيادة اليوم. ايه اكيد عم استناك. مسافة الطريق. جاية بس ما ادري ليش حسيته كثير ناشف معي. مو مهم بابا، مو مهم. المهم انه جاية. خلينا نخلص من هاي القصة بعدين انت حرة فعلا اذا حابة تكملي او لا. المشكلة انه بجملة وما حكاني ولا يوم واحد. مو هيك الحب بابا؟ هاي طريقتك انت بالحب. هالمرة لازم تحكمي عقلك منيح بابا. خلينا نسمع هلا شو في عنده. هلا هذا القفل ما أنا بطال، بس يمكن صار لازم اركب قفل القهوة. ماشي بس تفضحك. سلام. العمى شو هاد؟ شو في سامي؟ هاكرين حساب المجموعة وتهديدات على ابو جنب. هات لشوف. لا لا سوزي بلا ما تشوفي، كلها مسبات بشعب الام والاخت ولقلنا واحد واحد بالاسم. وهيك تقولي شي لطانت سلمى والبنات؟ ها مو ناقصهم من غير شي حالتهم بالويل. نحن لازم نسكر الحسابات ونغير اسمائنا. افتحي لي قلك. حطي على هيئة. انا جاهز بس بدي مقابل هالشي. ما يكون لك فكرة. حقك بيوصلك بالكامل مع حبة مسك. أنت فهمتني غلط. أنا ما بدي مصاري. في ثلاث صبايا وشاب وسيدة. بديهم يوصلوا على بيروت ويطلعوا بالطيارة على باريس، وتأكد إنه وصلوا. في عليهم شيء؟ بصراحة ما بعرف، بس المفترض لا. بس الولد وحدة من البنات ولادي. والست اللي معهم صديقتنا ومعها بنات التنتين، وهدول البنات على الاغلب ابوهم مطلوب. صديقك نضال؟ معها مسبورات نظاميه وفيزا لفرنسا. ماشي
بالمقابل راح نسجل الشركة والمكتب وعقد شراء المجمع باسمك. المجمع كله؟ المجمع كله، وراح تعمل وكالة لسلافة غير قابلة للحسل. المصاري مأمنة، لا تاكل لم ابدا. اتفقنا؟ اتفقنا، بس بدي اتاكد انه رح يصلوا على باريس سهلة. بدي اياهم يفوتوا على لبنان بسيارة سيادتك ومعهم شوفير من قبلك، وتكون معنا سلافة طبعا. حتى سيادتك اذا حبيت تكون موجود يا ريت بسرني. لا لا اكيد انا لا، بيكفي سلافة والسائق، وانت رح تبقى معهم لحتى تخلص عمليتك. حاضر. وامتى بالضبط بتقدروا؟ بعد بكره الصبح ناخذهم من جنب طرطوس. يعني بدكم تدخلوا عن طريق الشمال؟ في مانع؟ لا ابدا، بس لحتى نعرف لمين بدنا نوجه الكتاب. الساق طبعا رح يكون معه كتاب بالموافقه بخروج هاي الاسماء مثل ما موجود بجوازات السفر وارقام الباسبورات. امن لي اياهم. اليوم المساء بيكونوا عندك، وانت راح تدخل بهويتك. حاضر.